بعد الكارثة التي ضربت مرفأ بيروت الشريان الاقتصادي الأساسي في لبنان، كيف وأين سيكون نشاط الملاحة البحرية في المرحلة المقبلة؟ الأنظار تتجه إلى مرفأ عاصمة لبنان الثانية طرابلس، فهل هذا المرفأ قادر على تولي مهام مرفأ بيروت؟ نحن قادرين مثل مرفأ بيروت نستقبل سفن كبيرة، مازر شيب كبيرة، العمق عندنا 15 متر، عندهم 15 ونص أو 16 ل 500 متر أو فقط، يعني لاستقبال سفينة واحدة فقط. محاولات تهميش مرفأ طرابلس من قبل البعض إلى أي مدى ممكن تنجح معهم هيدي المخططات؟ ما بتأثر، لأنه يعني قد ما حاولوا ما بتأثر، نحن عندنا الإرادة وعندنا الإدارة. طالما عندنا الإرادة يعني العزم والالتزام أننا بدنا نعمل شيء، ما حدا بيقدر علينا. تبلغ مساحة مرفأ بيروت حوالي 1,200,000 متر مربع، بينما مساحة مرفأ طرابلس تبلغ 650,000 متر مربع، ولكن إذا أضفنا المنطقة الاقتصادية المجاورة للمرفأ بهدف التوسعة ولو مرحليا، فإن مساحة مرفأ طرابلس ستبلغ 1.5 مليون متر مربع، وبالتالي سيكون أكبر من مرفأ بيروت ب 300,000 متر، بالإضافة إلى ميزات العدة. بما يتعلق كمان بالمزايا التنافسية لمرفأ طرابلس، عندنا نحن رصيف الحبوب بمرفأ طرابلس هو 15 متر، وهذا منه موجود بالمنطقة كلها. رصيف الحبوب ببيروت كان بس 12 متر. هل مرفأ طرابلس اليوم آمن وخالي من نترات الأمونيوم؟ طبعا أكيد، نحن عندنا الأجهزة الأمنية الموجودة بالمرفأ طرابلس، هي أجهزة واعية، الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك وكل هالأمور هيدي. نحن لا نستقبل المواد الخطيرة بتاتا، ممنوع استقبال المواد الخطيرة عنا. إذن مرفأ طرابلس أمام تحدي كبير ليكون المنقذ الاقتصادي في ظل المرحلة الصعبة، فهل ستتوجه الأنظار إليه أم سيتم تهميشه بسبب هويته الطرابلسية أو بسبب عدم مقدرة بعض الأحزاب بالهيمنة عليه؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف كل النوايا.